يقول كيف أستطيع أن أضبط لساني عن الحرام؟ كل المصائب والمشاكل من ماش؟ من هاللسان، صح ولا لا؟ كل المشاكل من اللسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ علم معاذ رضي الله عنه أحكام الإسلام والإيمان والإحسان وعلامات الساعة، ثم قال له: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ ملاك ذلك كله المفتاح. قال: ماذا يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك هذا. استغرب معاذ: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ قال: فكلتك أمك يا معاذ. أو لا يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ المشكلة كلها في اللسان. غالب مشاكل الناس اليوم في اللسان، غالب مشاكل الزوجين في إيش؟ لسان. فلذلك لابد الإنسان يعرف أن اللسان خطر، ممكن يدخل الإنسان النار بكلمة واحدة. استهزأ منافقون بقراء النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما رأينا من قراء النبي صلى الله عليه وسلم، قراء محمد، أرغب الناس بطونا وأجبنهم عند اللقاء وأكذبهم ألسنة. يستهزئون بالحفظ القرآن. فنزل قال الله عز وجل: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. من كفرهم؟ الله. ويقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب نضحك. قال: بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كلمة تخرجك من الدين، تخرجك من الملة، كلمة تفسد عليك حياتك الزوجية، يطلق بعدين يتندم ويتحسف ويبكي. ليش تطلق؟ امسك نفسك، قال: أنا غضب. يا أخي افعل ما تشاء لكن لا تطلق. يسب صاحبه ويذمه وكذا، بعدين يحتاج له، يقول: يا خلاص انتهت علاقتنا، ويندم. إذا كنت تعلم بأن هذه الآفات تسبب لك ندم في علاقتك مع الناس، في عملك، في الدوام، يتهور ويسب المسؤول وينفصل، يلا اقعد في الشارع، ثم يندم. طيب إذا كنت تعلم أن خطورة هذا اللسان، امسك لسانك، حاول، جاهد نفسك، قلل من الكلام. من كثر كلامه كثر سقطه. قلل. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الصمت، طويل الصمت، قليل الكلام. اجلس في المجلس لا تقول إلا خير. من كان يؤمن بالله وليقل خيرا أو ليصمت. إذا علمت بخطورة اللسان ستحاول أن تحجم هذا اللسان، ومع المجاهدة ومع الدعاء تستطيع بإذن الله ضبط هذا اللسان.